شوكات ليش ما جبت شاي للزلم؟ روح جيب شاي روح. الشاي خلصت. رؤونا. ليكون قاعدين هون ببيت الخلفوك، قاعدين هون نحن بمصرياتنا، روح جيب شاي بسرعة. لا. حرب مصرياتك على حالك ولا انت وياه. ابو الليل خوتك لابك من هلا من هون. هذا الصوت كانه سمعان وما بعرف وين شايفه. هاي تذكرت هذا صوت الشروية اللي عندي بالبيت. يا ابو لا ايدك بكسر اذا بتمد على المعلم، عم تفهم؟ ما تسال ايدك على المعلم ابو الليل ولا؟ من ايمتى صاير زعيم على الكلا؟ الكلا قسما بالله لو ما محترم الشيبه اللي بوشك لا ابعسك بصر ميتي هون وطربع القهوه فوق راسك، بتروح بتجيب كاس الشاي وبتجي لعندي فورا. يلا وراك. شو هاد؟ شو عم يصير هون؟ ما في شيء، ما في شيء يا حضرتك يوز باشي. لك شو هالعياط والاخناع؟ جمعة رجال عم نمزح. بس اللي بعرفه انه هدول ما بيمزح معهم، هدول زعران يا ابو درغام. يخبرني رب الحكومه شو بتفهم. سمعت ابو درغام؟ نحن ما بنمزح معنا. ايه مدام هيك بتحمل كلابك وبتنقلع وبتدرقل من هون فورا. اطلع. لا يا ابو درغام لا، سمعتوا حكومه عم يهيننا. انا برايي انك تاخذ زعرانك وتروح تشرب شاي بغير قهوه يا ابو الليل. نحن بامر الحكومه، بامر الحكومه وبس. بس يا شباب جماعه اللي زد ما يرد. ابو درغام هدول زعران ما بينعلق معهم. لا تؤاخذني يا حضره بلوز باشي، حقك على راسي. شرفوا شباب. ابو الليل امبارح مرقت لك ياها ويلي ربحته منك رجعت لك ياهم، بس بحياتي ما تعملها. عدم المؤاخذة يعني معلم، انت خسرتنا كل شيء ما خليت شيء بجوبنا. لانك قديش ما بتعرف تلعب. ايه ماشي معلم، مقبولة منك، بس والله العظيم نرجع كل شيء خسرته معك. بحياتك شفت قديش صار بني ادم شيء. شو قصدك معلم؟ قصدي ما بتعرف تلعب، شغلي مو شغلتك. ليش بتيجي بتلعب؟ ايوه متعلم علي متعلم. ايه يا اخي روح اليوم دبل لك قرشي وتعال عندي. ايه ماشي، بس بدي اربح. روح 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 شوف لك شغله ثانيه. روح الله معك. لك يا ابن عمي ان شاء الله ان شاء الله. والله حرام عليك اللي عم تعمله فينا، حاجتك بقى. اسمعوا لك انه ليك لا تحسسيني انه جايب الذهبات من عند اهلك. هدول ذهباتي ذهباتي. شوفي شوفي ابو الليل شوفي. خلوا ليك عندك شيء غيرهم هدول؟ ما عندي غيرهم. اشلحي ولا شو؟ ما راح اشلحي. عمي بوس ايدك لك خلاص. مرة بتوقف مع جوزها وقت الزنقة. بتوقف بوقت الزنقة مو وقت لمهر واللعب. خلوا ليك في صورتين عند امك، بتروحي هلا لعند امك وبتجيبيهم. رايح راجع بتجيبيهم. يا ابن عمي والله ما ضل معنا شيء، كل شيء معي انت اخذته. ولا كلمه. وانت وليه؟ لك الله لا يوفقك، الله لا يرزقك، الله لا يوجه لك الخير يا رب. حتى خش روبك يا حتى. اسمعوا لا ابو الليل، عم بتعرفني غشاش؟ ايش عم تعبني؟ عم بلعب لك انت واحد مرهبوط، عم تاخذ كل شيء وعم تخش بقى. لا قلت لك انت واحد جديد ومو لعبتك هاللعبه، ليش عم تعبني؟ لا تكبر كلام. خلاص ولا لا تطلع. انا رايح ولا قتلته؟ ليش قتلته؟ ليش؟ الله لا يوفقك، قتلت الزلمه مشان المصاري. قتلته لانه واحد مرهبوط فينا الصعب. انا رايح سلام. تعال تعال، بدنا نقبره انا وياكم. تعال ما نقبره، يستر على اختك. انا ما خرج اقبره، انا ماني على انت قبره. واقف انت وياه، انا بتقاسم الذهبات والمصاري سوا. اخي انا ما بدي شيء حلال عليك، الله لا يوفقك. واقف انت وياه. خلاص انا باخذ الذهبات والمصاري لحالي. ان شاء الله عمركم ما تاخذوه. هذا الزلمة بده يبرينا. أنا كل شيء متوقعه من القتل. أنت شفت شلون قتلوه بدم بارد؟ لك شفت شفت. خيو نحن لازم نبعد عن هذا الزلم نهائياً.
وانا كمان بدي اروح العب. بس ليك برهو، نحن ما كنا مع ابو الليل ولا شفناه من اصله، شو فهمنا؟ ايه لا كنا ولا شفناه. امشوا روح بيتنا بخير. سعده بيستاهل يموت، وهو يلي تنى حرك براسه لحتى حاشني هيتلو. شو ابن عمي؟ كأنك مرجع الذهبات. ابن عمي شو الرزق كله هاد؟ اليوم ربحت كتير، ربحت كتير ومصاري. بس هدول المصاري والذهبات بدي اساوي فيهم شغله وشغله يا عمي. يعني رح ترجع لنا اياهم تقبل قلبي؟ طبعا لا. شلون يعني لا؟ هدول الذهبات يعني بدي اتجوز فيهم بنت 16 سنه هيك. نعنشني نعنشني لانه انا كثير كرهانكم. ايه وغير هيك بدي اشتري لي شي دكاني، شي عملي، شي شغلي. الله لا يرزقك، الله لا يرزقك ولا يكملها معك الهي. لك بدك تتجوز بالذهبات يلي نحن عطيناك ياهن؟ خرسي انت وياها احسن ما اكسركم راسكم. حاج بقى بدك تكسر لنا راسنا. هذا الصندوق من حقنا. اسدونا ما رح خليك. الليل ليش ما عم تنام الليل؟ يا اخي انا خايف يغدر فينا ابو الليل. لا ما والله ابو الليل ابن حرام وبيعمل. اسمع لك احسن شيء نروح على الكركون ونخبر عنه ونبري ذمتنا، اقل شيء بنقدر ننام انا وانت. ليك عودة؟ لك ايه خلي هو اللي يبتلي، نحن شو دخلنا؟ شو نحن اللي قتلنا؟ امشي يا اخي امشي شغلك. وين جوزك يا حرمي؟ مين جوزي؟ شلون مين جوزك؟ ابو الليل مو جوزك؟ اي يا سيدي ابو الليل له يومين ما رجع على البيت، ما بنعرف وينه. مزبوط ما شفنا. ما شفتوه؟ ما هيك؟ فتشوا البيت بسرعه. تحرك. قاضي يا سيدي. يا سيدي ليش بدكم تفتشوا البيت؟ جوزك يا حرمي انت وياها قاتل قتيل. يا عمتي شلون قاتلوا؟ قاتلوا على الخالص لك شو؟ هاتوا لشوف حكولي كيف قتلتوا للرجال ودفنتوا بحوض الزريعة انتو التنتين. تفضلوا. انا اللي قتلته يا سيدي لانه كان معيشنا بالقهر وبالذل وبالتعتير وبالشاه، كان حارمنا الاكل والشرب. كل مصرياته ومصرياتنا
كان يصرفون على قمار. ما خلى بحيلتنا شيء. الله وكيلك يا سيدي. كل ذهباتي وذهباتك كان ياخذهم. لكون احنا من تمساكت. حتى صار يطلب مننا انه نروح نجيب ونسرق من بيت اهالينا مصاري وذهب. ونحن نقول بكره بيع قال وشويه بيع قال وما كان يعقل. لمره رجع على البيت كان جايب معه الصندوق يلي فيه الذهبات والمصاري وقالنا انه هو ربح كل هدول الذهبات وانه رح يبطل هي السوسه. عم نحن فرحنا كثير قلنا لحالنا يلا معلش الحمد لله رح يعقل ويكن. بس هو عباس ما كان يعقل. بيقلنا انه رح يجيب لنا ضره ثالثه. وانا لما سمعته عم يحكي هيك يا سيدي ما عاد تحملت حالي. ما حسيت على حالي غير مسكت الخنجر وركضت عليه وشكيته بظهره. بيستاهل بيستاهل. بده يتجوز ضره ثالثه. بده يتجوز ضره ثالثه بمصارينا بمصارينا نحن وبذهباتنا. ولما شفناه وقع على الارض يا سيدي ما عاد عرفنا شو بدنا نعمل. ارض الديار صغيره وما عاد عرفنا وين بدنا نروح فيه. مسكنا وصرنا نقطعه. انا قطع برجله الاولى وهي تقطع برجله الثانيه. قطعنا له ايده قطعنا له اصابعه ودفناه بحوض الزريعه. ليه هيك الاكل كثير مالح؟ ورده لفيها وحاجنا. يا بي ما عم بتبلع لها روح ذوق الاكل ما بيتاكل. ورده حاجه بقى. ما تواخذيني ورده مشان الله حقك على راسي رح فوت سخلك من اكل امبارح. استني سلام اللي مو عاجبه الاكل يروح يسخن من اكل البيت. يلا صاير عم بتدلل سلام كثير تضرب هالعيشه. عفاف نبهيلي على بنتك حاجه زن على هالبنت. ها حاجه لا حول ولا قوه الا بالله. مشان الله لا تواخذيني انا والله مو قصدي زعلكم وما بدي تتخانقوا مشاني بس الاكل مو مالح فوتي ذوقي. والله بعرف تقبريني طبخك ما في منه. يلا انا رايحه حاكي. اسمعني سليم في كلمتين حابب اقول لك اياهم بيني وبينك الله يرضى لي عليك. ايه لعيونك عمي فاروق انت قول وانا بنفذ تحت امرك. بدي اياك تدير بالك على بنت عمك سلام. سلام؟ اي والله بعرف انه سلام عايشه عنكم ومرتاحه وبتعدكم مثل اهلها الله يرحمهم واعز. ما اختلفنا. بس الواحد ما بيقدر يعوض مكان الام والاب. وما في احن من الاهل عليك. عمي انا هذا الكلام اللي فيه فلسفه والله ما بفهمه قسما بالله العظيم شلشتني. صله الرحم واجب يا سليم. وانت من واجبك انك تدير بالك على سلام. نحن صحيح ما انه مقصرين بس يعني زياده الخير خير. اي والله يا عمي معك حق. هذا الكلام معك حق فيه وزياده. خلاص اليوم وانا رايح على الشغل بمر لعند عمتي وبطمن على بنت عمي. لعيونك على راسي على راسي. لك صحيح عمتي شلونها؟ عمتك مجننتني ولبستني عالي كوفيه. اي واحد الله والله هي ما في منها بس انت عمي شوي. الله يخلي لي اياكي يا عمتي ويطول بعمرك ويخليكي فوق راسنا. الله يرضى عليك الهي. ايه بنت عمي سلام طمنيني عنك وعن امورك. ناقصك شيء؟ لازمك شيء؟ قولي لي. ها يوه شو بده يكون ناقصه؟ قاعده ببيت سياح نياح اكله شاربه نايمه عليم الله مدلله اكثر مني. ورده قومي اعملي لنا فنجان قهوه. حاضر كرمال عيون سليم. ايه سليم طمني كيف عمي عزات؟ كيف عمرت عمي؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله رب العالمين. كلياتهم بيسلموا عليك وبعتوني لعندك خص نص مشان أعزمك شي يوم لعنا على الغداء. يو
ما بيناتنا عزايم. لك اذا انت ما بتجي غير بعزيمه شو نعمل لك؟ انت قلبتيها مراسم وقلبتيها ما بعرف شو خصوصيات. هو الحق معه اللي بشوف عمتي ما بيتركها. بس كمان نحن قلنا حصرك بنت عمي. والله كلكم فيكم البركه. وين البنت يا عمو؟ يلا ليكني جاي. خليكي خليكي عمتي، انا رح اقوم ساعدها. طيب بالاذن. ليكي سلام، بدي احكي معك موضوع وبدي اياكي تجاوبيني بصراحه. تعتبري انه امك الله يرحمها هي اللي عم تحاكيكي. انت في شيء بينك وبين سليم ابن عمك؟ انا ان شاء الله بموت يا عمتي اذا في شيء بيني وبينه. والله العظيم ورحمه امي وابي تحت ترابهم ما في شيء. عم تشكي فيني معقول؟ لا تقبريني، انا ما بشك فيكي، بس اليوم هيك وانت عم تساوي القهوه انت وورده بالمطبخ صارت قصه صغيره. قصه شو؟ ابن عمك سليم لمح لي عليكي. بخصوص شو؟ ولك حوبه حوبه شبنا. ابن عمك سليم رايدك. اي انا بس بحياتي ما انتبهت. ليكي سلام تقبريني، انت بنتنا ونحن ربيناكي بالبيت وهذا البيت لازم تعتبريه بيتك. بس انا وعمك فاروق مالنا دايمين لك تقبري، وانت صبيه مثل القمر، شو المانع انك تنستري؟ عمتي عم تحاكيني وكأنه ابن عمي سليم طلب ايدي. يا ستي مو ضروري يطلب ايدك، انا بكره ببعت وراه وبحكي معه بالسيره. انت كيف هيك بتساوي؟ شو ساويت وليه؟ بعدين ليش هيك عم تعيطي علي؟ كيف بتدبري سلام لسليم وبتبعتيها بتتغدى عندهم كمان؟ ايه مو حضرتك حاطه نقرك من نقره للبنت، بدي ريح راسي، هي دبرت لها اياه مشان تروح من وشي اخلص من نقك. عن جد ما عم صدق، من كل عمرك انت وابي بتفضلوها عني، كل شيء لسلام، الاكلات الطيبه لسلام، الطبخات الطيبه لسلام، طقطوني بسلام، كله سلام 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 خلاص. لك شو هالحكي تقبريني؟ ليش احنا بشو قصرنا معك؟ لانكم بتحبوها اكثر مني. لك امي نحن من طول امرنا من دارية مشان ما نحسسها انه هي يتيمه. بتقوموا بتختاروها لإله وبتتركوني انا اليتيمه؟ شو هالحكي؟ ليش هيك عم تحكي؟ يا مو انا بحبه لسليم. اي نعم بحبه، من نحن وصغار بتمنى اكون من نصيبه، بس رحت اخترتي سلام لإله ونسيتي بنتك من دمك ولحمك. لا وكل هاد بتروحي بتظبطي الغدا وبتظبطي كل شيء لإلهم، بس بتعرفي شغله؟ بعمري ما رح سامحك. ليه؟ والله ما في داعي بنت عمي، هلا شربنا قهوتنا وخلاص. لا في داعي ونص تقبرني. الله يعطيك العافيه يا رب. لك عم اقول لحالي شو رايك اليوم نروح نتغدى عند عمتي عفاف؟ والله انت بتكوني اشتقتي لها كثير. ايه والله اشتقت لها خيرات الله، بس انا زعلانه منها. لا ليش؟ شنو من وقت اللي كتبنا كتابنا انا وانت يا سليم تغيرت علي كثير، بعدين هي وعدتني انه تعمل لي عرس مطنطن وفرحه تحكي فيها الشام كلها، واجيت لعندك على السكيتي وما عملت لي شيء. بقيمك من الحكي كله، انت شغلك معي انا، الك علي خلي حياتك كلها عراس وبسط وسعاده وحنان. يخلي لي اياك يا تاج راسي وما يحرمني منك، والله انت العوض من رب العالمين. حبيبة قلبي الله يخلي لي اياكي، هي الدرقناية قطعيها وكليها انت لانه انا تاخرت على الشغل، الظهريات ببربغتك على الغداء لا تنسيها. ماشي. يلا سلام عليكم. دعينا بالرزق. الله ييسر لك امورك، الله معك تقبرني، الله يرزقك. سليم وينك لهلا؟ كنت معزوم عند عمتي عفاف. معزوم عند عمتي؟ لحالك؟ ايه لحالي. شو عمتي هي؟ شو فيها اذا رحت لعندها يعني؟ ايه بس هي عمتي انا كمان، وانا مرتك، المفروض روح معك. هي ما حبت تعزبك، شو خربت الدنيا يعني؟ سليم شو القصة؟ انت الك حصة عم تروح لعند عمتي لحالك، احكي معي شو في؟ بدك من الاول ولا من الاخر؟ أنا بدي الصدق. يعني بدون لف ودوران.
أنا زلمة بدي أتجوز وردة بنت عمتي وعلى سنة الله ورسوله وبالحلال. ليش خايفة؟ صدقيني صدقيني أنا ما هان عليه بكل شي صار. طالما بدك سليم لبنتها ليش جوزتني إياه من الأول؟ ولك هاي عفاف مجننتني وكلها مشاكل كلها وجع راس. لك وفوق منها هاي بنتها هاي وردة عم تحرضها عليكي، مشان هيك أنا رميت عليها اليمين وطلقتها. بس أنا شو بدي أعمل بحالي هلا؟ وين بدي روح؟ سليم من امبارح بالليل طلقني وقلعني برا البيت، عمتي غدرت فيني وبيت حماي ما عم يتعرف علي كرمال بنتك. بسيطة بسيطة، امشي وراي وانا بقول لك وين بدك تروحي، امشي وراي. سلام، شو جابك؟ وين كنتي مختفية كل هالفترة؟ يو عمتي، هيك بتستقبليني؟ ما في تفضلي يا سلام. طب ما بدي اتفضل، ما في مبروك؟ مبروك؟ مبروك على شو؟ لتكوني تجوزتي ولا؟ تجوزت وجبت الصبي كمان. ومينو هذا بقى اللي تجوزتي خير إن شاء الله؟ جوزك السابق. خرجي ولا بقصفة الرقبة، شو الحكي هذا؟ يو عمتي، ما بدك كل هالعصبية. انت اخذتي مني جوزي وانا اخذت منك جوزك، وعلى فكرة كل هالعز اللي انت عايشة فيه صار لأم الصبي خاطرك. من شو بتشكي محمد الخياطة؟ بيني وبينك صايرة أغلى وشي يوم ما بتشبع. ليش أنا مقصر معك بشي؟ قليلي، ناقصك شي؟ لا تقبرني، أنت مغرقني بخيرك، الله يرزقك، بس أنا ما بحب اللي بيقنصني. طيب هاتي يا شو. بس إذا ما عجبتك ما دخلني ها؟ كل شي من إيدك خير وبركة. يلا بحاضري. صحيح ابن عمي، ما قلت لي مبارح إنك سلمت طلبية العبي؟ إيه سلمتها. إيه ما قبضت حقهم؟ بلا قبضت حقهم على دوز بارا. ما شفت شيء. بتعرفي اني ما عم حط مصاري بالبيت، سمعانه شو عم يصير بالحاره سراء؟ ايه والله والعياذ بالله، بس يعني انا بشوف انه بضل بالبيت احسن وامان. لا تاكلي هم، عم خبي المصاري بقرني، الجن الازرق ما بيصله. ايه خلص انت قدره، الله ييسر لك ويحميك يا رب. يلا بخاطرك. الله معك. وسمعت لك كمان إنه مبارح الحرامي ناضت على بيت الحلاق، بس ربك حميد كانوا فايقين عم يتوضوا وحسوا عليه. ودخله بعرفوا مين هو؟ حاول يركض وراه بس ما لحقوا. والله يا أبو رستو ما بعرف منين عم تجي هالبلاوي على الحارة، لكن الناس بضيقة ما بكفيها الدقيقة اللي هي فيها كمان تنسرق بيوتها. والله مالي عرفان شو بدي أقول لك. الله يستر يا رب. شيخي كل الحق على جماعة الكرم، ما بعرف شلون هيك تاركين الحارة فلتانة، يعني حرامي عم يسرح ويمرح وما حدا بيرقطوا. الله يستر هالناس، يستر هالحارة يا رب. يلا يا رب. بإذن الله شيخي، ثلاث أربعة أيام وتكون الكلابية جاهزة. الله يعطيك ألف عافية، ونحن شو بيترتب علينا؟ مو عيب، هالمرة علي. يا أبو رستو، إذا ما بتاخذ حق الكلابية تحرم علي إذا بحطها على بدني. الله يسامحك، ليش هالفل؟
بنت شيخنا وتاج راسنا. الله يرضى عليك يا ابو رستم، الحق حق وما بيزعل منه. يا عمرك كل شيء من ايدك خير وبركه. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شرف سيدي. اذا ما بيكفوا لجيب لك كمان. كتر خيرك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اي والله بعرفك اذكى من هيك لك ابو رستم. بتخبي مصرياتك بالدكانه. يخرب بيتك شو قاريح. اي بس والله حرزاني. شو ابو رستم كانه ما عجبتك شوفتنا؟ لا كل العالم خير وبركة. ايوه هلا بيسألك مش كان بدي فصل انباز على كيف كيفك، شو بيكلفني؟ انباز لك؟ قولي لك لابن الجيران. انت جيب لي قماشي وما بنختلف. لا سيدي لا، ما بدي اروح اشتري لي قماشي واتكلف فيها، بعدين اجي لعندك تغلي علي. كل اهل الحارة بيعرفوني اني بشتغل بنور الله ما بوش حدا. لكن ليش لما بتشوفني بتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ من عمايلك وفصولك الناقصه لك توفيق، عم تخلي كل اهل الحاره ينفروا منك. لاهلك ابو رستم؟ ليش شو عملت انا؟ شو عملت؟ ما في غير داشر بالصقايق عطال بطال وعم تعمل مشاكل وتتزعرق. هذا كله من اهل الحاره، لانه اهل الحاره عم يطلعوا فيني هيك عم صرت انا هيك. انت حط عينك بعين رب العالمين وقول يا رزاق وشوف كيف كل اهل الحاره بيرجعوا بيحبوك وبيتقربوا منك. يا سيدي ولثبت لك كلامي، انت جيب لي قماشه وتفصيل قنباز علي، منيح هيك؟ لك احلى ابو رستم، قسما بالله العظيم انك ارجل زلمه بالحاره كلها. على راسي، سلام عليكم. عليكم السلام. لا حول ولا قوة الا بالله. بري عليك توفيق. علي الحلال انا قوي بالعلاقات الاجتماعية. هلا هيك ضربنا صاحبي مع ابو رستم. هلا صار ما صار ما حدا بيحس علي. احلى ابو رستم. لك شو هاد؟ لك وين الصندوق؟ لك ما عمري ما سرقت. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام شيخنا، وعليكم السلام. خير ابو رستم؟ شايفك مالك على بعضك. لا شيخي ما في شيء، بس ما بعرف شو صار لي اليوم، فقت هيك حسيت حالي تعبان شوي. سلامة قلبك. إذا مالك حسنان بيجيك بوقت تاني. لا لا شو بوقت تاني، أهلا وسهلا فيك. شبك مكركب هيك؟ مش عم تصبر؟ شيخي رح ساوي برات شاي وبقعد نشرب كاستين أنا وياك على رواق، شو رأيك؟ إيه الله يجزيك الخير. شو؟ ولي على قامتي سرقت؟ يعني طاروا المصاري اللي كانوا معنا؟ هيك صار. ولي على طولي ما قلت لك انه بالبيت احسن وامان، وانت تقلي لا بالدكانه احسن، انا مخبيهم بقرن الجني الازرق ما بيعرف وينه. تفضل هي ما عاد معنا ولا قرش. هلا ليه عم زيديه على قلبي؟ شايفتيني كثير مبسوط. خبرت الكركون؟ لا ما خبرت حدا وماني ناوي اخبر حدا. ليش بقى؟ لانه في موال براسي بدي غنيه، وإذا حدا دري بالقصة ما رح يزبط، وإنتي كمان ما بتجيبي سيرة السرقة لحدا بنوبها؟ شو ناوي تعمل يعني؟ أنا بعرف شلون بخلي الحرامي يرجع المصاري. ليش أنت بتعرف مين الحرامي؟ ما رح يخبي حاله إلا ما يضل يلف ويدور ليشوف إذا حدا شاكك فيه ولا لا. بكرة بتشوفي. Thank you.
رب الرزق الحلال يا رب. بإذن الله بكره رح يجي حساب الطلبيه الكبيره والصندوق للشفه. اصلا ان شاء الله يكفي الصندوق، ما اضطر نجيب صندوق ثاني. يا كريم يا جبار. سلام عليكم أبرستوم. أهلين عمي توفيق. لك سمعانك عم تحاكي حالك، فيك شي؟ ناقصك شي؟ بدك شي؟ قل لي امرني. لا والله قاعد عم دندن وحاكي حالي، بسلي حالي بحالي، شو بدنا نساوي؟ مرني شو لازمك؟ والله كنت مارق من هون بالصدفة، قلت لحالي لأجي أقول لك إنه بعد يومين بدي أشتري القماشة مشان تفصل لي الإنباز المرتب اللي وعدتني فيه. يا على راسي من فوق، مو تكرم عينك. الله يكرمك يا أبرستوم، بدك شي؟ ناقصك شي؟ دعاء. سلام عليكم. وعليكم السلام. يمكن انت تسرعت بالسرقة يا توفيق. اكيد ابو رستم كان قصده يملي الصندوق اكتر واكتر. شو كان صار لو استنيت لي كم يوم؟ كنت كسبت اكتر. هذا اكيد جايته شي رزقة حرزانة مش شي طلبية كبيرة. شلون الواحد هيك اوقات بيتسرع بيتحيوان؟ شو بدي ساوي هلا؟ احسن شي ارجع اليوم بالليل ورجع الصندوق لمكانه، وبس يرجع ابو رستم يحط المصاري فيه برجعه بسرقه، وهيك كون كسبت المصاري والدهب. وإذا زبطت معك يا توفيق وكتر المصاري رح تبطل هالكار كله. وقتها بفتح لي شي دكاني وبسترزع منها. سمعني امبارح معناها وانا عم بقول انه شايدني رزقة كبيرة. المهم هلا لازم اخذ الصندوق معي على البيت واخفيه بقرني ما يدرى فيها لا هبوب ولا دبوب. والليلة ليلة لا عارف مين انت يا خسيس. والله لا خليك عبر لمين الدبر. لك يا خسيس يا عدي. يا ابو رستم عم دور على الصندوق ما؟ لك انا اصلا قلت قدام اهل الحاره كلها انه جايبني رزقه كبيره، لانه كان حاسسني قلبي انه بده يرجع الواطي لهون. يستر ارضك يا ابو رستم، لا تفضح ايدي بزنارك من شان الله. والله العظيم هذا الشيطان لعب يعني بلعب عقلاتي. الشيطان وين؟ لك في شيطان وانت موجود قدامي. يستر ارضك يا ابو رستم، الله بيستر على اللي بيستر. لك اذا انا سترت عليك اهل الحاره شو بده يسوا عليك؟ لك شلون بده يسامحك؟ قدامي على الكركون ولا؟ قدامي على الكركون! وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيفك يا ابني؟ كيف صحتك؟ كيف حسني؟ والله نحن بخير وبندعي بسلامتك. الله يخليك وطول بعمرك يا ابني. كنت بالدكان يا ابي؟ اي والله كنت بالدكان، استعوقتك شفتك ما مريت، قلت حتى اجي اطمن عليك. والله فقت لقيت حالي متكسلم، مو حابب روح لاي قرني. والله يا يابي كان بدي اياك كم شغله بالمحل، يعني كنت بدي اسالك عن شويه حسابات. لك يا ابني انا كبرت وما عاد لي حيل للشغل كلياته، بعدين انا سلمتك الدكان بما فيها، اتصرف فيها بحسب معرفتك. لك الله يخلي لي اياك يا يابي ويطول بعمرك، بس يعني انت يعني زلمه كبير صرت، وهذا البيت يعني ما شاء الله عليه سياح نياح، شو بدك بالقعده بالبيت؟ تعال اسكن عندي، مرتي بتحبك وبتدير بال عليه. لك يا ابني ما حلك تعرفني انه انا ما بحب اتسرى ولا نام برا، انا ما بحب اطلع من بيتي، بحب نام على مخدتي.
بس والله هذا الكلام ما بيجوز يا أبي. لك يا أبي شو صفة من العمر أكثر ما مضى؟ لك الله يرحم أمه. خلاص مشي حالي أنا. لك لا لا يا أبي لا، لا تحكي هيك من شان الله، الله طول بعمرك. لا خلص يا ابني لا تاكل همي، انا مدبر حالي. طالما انت عم تجي انت وحسني يا مرتك لعندي وعم تسكبوني نعمة الاكل، الحمد لله عايش. طيب يا ابي ليش ما عم تتجوز؟ شو؟ ايه 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 تتجوز، انت رجال طول بعرض ما شاء الله عنا، وعندك مال وميسور وكل الناس بتحبك وبيتك سياحنا اياه. لك يا محمود الله يرضى عليك. سعي انا زنقي، بس منو هالحرمه هي اللي بدها ترضى فيني؟ يا بدها تكون مطلقه يا بدها تكون ارمله، واذا كانت مطلقه عندها عرونه، وقاعدين يا بدها تكون كبيره يا بدها تكون صغيره، واذا كانت كبيره عود مبلش فيها ومرضها، واذا كانت صغيره بدها تجيب لي عر اولاد وعود ربيهم، يعني طمعانه بمصرياتي. وحد الله يا أبي، وحد الله وترك هذا الموضوع علي. إلك علي شرطة إنه لاقي لك وحدة مناسبة إلها وأنت مناسب إلها. شلون الكلام يعني؟ آها يا أبي أنت نسيت إنه عمتي وداد هي سيد بينجوز بالبلد. ولي إذا وصلت شغلتنا لعمتك وداد لا أتوفقنا كتير. لك استملي هالضحكة، لك استملي هالضحكة. الله يرضى عليك يا محمود. صحيح على سيرة عمتك وداد، وين بتكون هلا؟ هلا انا بقول يا بتكون مشغوله بخطبه، يا بكتب كتاب، يا بجوازه، يا بولاده، يا بطلاق. إيه؟ الله يرحم امي كانت تقول عمتك وداد خنطق منطق عن عمتي شكريه، نفس الحركات ونفس الكلام. طيب يا ابي قاعدين وقاعدين احكي لي شي قصه سليني. لك الله يرضى عليك يا محمود، شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك. اخ تعال احكي لك. عن عمتك؟ عن عمتك؟ لا احكي لك يا يلا. هذا في زمانه وعمتي كانت تحب تشوف بالفنجان. اهلين محمود، شلونك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. لك دورت عليك بالشام كلها ما لقيتك، اخر شيء ارجع لقيك بحارتنا. لك كنت عم طبق اجوازه لك عمتي مشان هيك طلعت الصبح بكي. لك عمتي ما لها خلق من هالشغله، والله الشغله بتجيب وجع راس. لك عمتي شبنا، الله بييسر للي بيجمع راسين على المخده، شبنا محمود. اي والله معك حق. بعدين قل لي ليش بدك يعني؟ ليكون اخي صاير له شيء؟ اكيد اكيد تعبان مو هيك ومرضان، لاني انا صار لي زمان ما رحت لعنده، اخي في شيء مو هيك؟ لا عمتي لا لا صامانه هيك. لكن شو القصة؟ ولا محمود لا تكون مزعلة لمرتك، وإذا مزعلة روح قوام قوام صراحة. عمتي مشان الله ما نمزعلة لعمتي، بدي إياكي بموضوع تاني، أنا بصراحة عم دور على العروس. شو؟ بدك تتجوز على حسنية؟ لك يخرب بيتك، حسنية بنت عالم وناس وأكابر، جابت لك صبيان. لك عمتي مشان الله، العروس مو لي، العروس لحدا تاني. لا ابن حماك، لك إيه تكرم عينك، عندي أبو نادر، عنده بنت عمرها. لك مشان الله، عمتي بس ولا كلمة. خليني أحكي واسمعيني بس لا تحكي لا تحكي. بس لك عمتي اسمعيني منيح عم اقول لك. بصراحة العروس هي لأخوك الكبير، يعني لأبي. أبي زلمة صار كبير وبيته سياح نياح، يعني بدنا مين يخدمه وهو يخدمه. ايوه قدراني قدراني، ما أنك قدراني مش هظبطها أنا، شو رأيك؟ عندي بنات ونسوان على عدد شعر راسي لك محمود. بس ليك يا عمتي أبي شروط قوية، ما بده وحدة مطلقة، ولا بده وحدة أرملة، ولا بده وحدة عندها أولاد، ولا بده وحدة صغيرة تكون طمعانة فيه. عندي. خلص وصلني حقي، سلام عليكم. لك محمود تعرف بنته لأبو صبحي؟ هي عنده بنت عمرها 13 سنة. تعال لك تعال لك تعال. أنا ما دخلت هذا. تعال لك شوي. لك يبعت له حمى هالابن الحرام هيك بيرميكي بالشارع؟ الله وكيلك طلعت من البيت مالي شايفة قدامي، ما لقيت غير بابك دق عليه، خفت ليغط على قلبي وأوقع بالشارع. آخ آخ على هالرجال آخ. لك ولي على حظك. عادي عادي لشوف شو بدك تعملي. عادي عادي. ايه شو بدك تعملي؟ الله وكيلك ما بعرف شو بدي اعمل. اول شي بدي اروح ادور على مكان يقاويني، يعني بشتغل بشتغل اي شي، حويسة او اي شي، المهم لاقي مكان ينام نام فيه. ليكي سمية انتي من هالبيت ما الك طلعه. كيف يعني؟ يعني بتعدي عندي. كتر خيرك
لا الله يخليكي ويشهد ربي علي اني ما اجيت لعندك مشان هالشي. انا اجيت لعندك مشان فش قلبي واشكي لك همي وبس. خلصنا سمية خلصنا. انا مرة وحدانية وجوزي بينام بالبيت يوم وعشرة ما بينام بحكم تجارته يعني، فمنقعد انا وياكي منتسامر منتسلى وبتعرفيني. بس يا وداد خلصنا سمية، اصلا قعدتك ما رح تطول عندي. ليكي انا مرة ما بتنبل الفولة بتمي، واذا ما حكيت يلي بقلبي بطق وبقتنع. من الاخر سمية انا جايبت لك عريس. ايه ايه عريس ما في مثله بكل الدنيا. وداد لك انت شو عم تحكي؟ انا من شوي طالعه من بيتي مطلقه ومستوته بالشارع ولازم امسك عده؟ ايه بعرف بعرف هذا الشيء، بس عم اقول لك مشان احجزك. ليكي يا وداد اذا كان العريس عنده اولاد وبده يتجوزني مشان ربي له اولاده انا مالي هون منوب، واذا كان العريس متجوز وبده ياني انزل على ضره كمان مالي هون. بقى الله يرضى عليكي تركيني بحالي بيكون احسن. اسمعي يا سمية العريس أرمى وعنده بيت لحاله وعنده أملاك ما بتاكل النيرة وعنده ولد واحد متجوز ببيت لحاله كمان. يا الله وكيلي هالعريس لقطة وما بيتفوت. لك وداد ليكون العريس أخوكي. لك يبعت لك الهنا لك سمية، شلون هيك لقطيه على الطاير. مزبوط بدي جيبك عروس لأخي. بعد إذنك يا شيخي أنا مالي حدا بهالدنيا، فياريت ترضى إنك تكون وكيلي وكفيلي عند هالجماعة الأوادي. بارك الله فيك يا أختي. سمعتوا يا أخواتي أنا وكيل عن العروس. شو أخي ما سمعنا صوتك، هي إجينا أنا ومحمود بحضور الشيخ وكله بشرع الله، سمعنا رأيك. قبل ما نبلش بالموضوع حابب شوف شو رأي الخانم فيني. شوفي يا بنت الحلال أنا رجال حابب أتجوز على سنة الله ورسوله، وحابب هيك يجيني حرمة تونسني والنساء وتشوف شو طلباتي وتلبيني ولبيها، وأنا بالمقابل بحطها برموش عيوني وجاهز لكامل طلباتها. شو قلتي يا أختي؟ فيك الخير والبركة يا أفندي. من الآخر خالتي يعني أنت هلأ خلصت العدة تبعك والحمد لله رب العالمين، ولا عم نستنى ردك انه ما تردينا خايبين. يلا شو قلتي يا اختي؟ موافقة. اصبح الفاتحة على لي. قبل ما نقرا الفاتحة حابب شوف شو طلبات الخانم. حق تفضلي يا اختي. انا يا افندي ما بدي منك لا متقدم ولا متأخر ولا مهر، أنا بدي منك شغلة واحدة بس، إنك تاخذني على الحج. بارك الله فيكي ونعم النساء. سمعتي يا أبو محمود؟ المخلوقة طلبت مهرها حجة، بتحججها؟ لك من عيني هي قبل هي. معناته خلونا نقرا الفاتحة يلا. الفاتحة هذه التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا ولدي. ولا الضالين آمين. يا عليك لك سمية أخي من إمتى على هالحالة؟ من وقت ما رجعنا من الحج المسكين قاعد بهالفرشة وما عاد حسن يتحرك. معناتها روحة الحج تعبته كتير. كل الحق علي أنا، أنا اللي ركبت راسي إلا بدي روح على الحج. لك سمية يعني أنت وأخي لهلأ ما الهنا إله يا وداد، هلا وقت هالحكي. اضرب على حظك انا، ولك اضرب على حظك.
صحيح، وينه محمود؟ بعدته يجيب له الحكيم. مسكين حالته من سيء لأسوأ، قلت بيشوفه وبيشوف حالته. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اضرب عليك يا أخي. يا مو محمود، أنا مشان قعدتي هون بالبيت لا تاكل هم. أنا بس خلص عدة أبوك بترك البيت وبدبر حالي. لا يا خالتي لا، الله يسامحك على هالحكي. يمكن أنت ما عشت كثير مع أبي لحتى تعرفي قديش هو طيب وابن حلال وبيخاف رب العالمين. أبي الله يرحمه يوم ما تجوزك كتب لك هذا البيت باسمك وخلى هذا الموضوع سر بيني وبينه وأمني، قال لي أمانة رب العالمين إذا أنا بموت خالتك سمية دين برقبتك. بس أنا ما طلبت منه شيء، أنا طلبت منه طلب وحيد، هو إنه ياخذني يحججني، والحمد لله برا زمته ووفى بوعده معي. لأنك ما طلبت شيء هو عمل هيك وترك لك معي 20 ليرة ذهب متقدم و30 ليرة ذهب متأخر. هدول أمانة، لما يموت الله يرحمه بسلمك ياه. الله يرحمه ويحسن إليه. تعيشي وتترحمي، ومشان الورثة اللي بتوزعها بشراء الله. الله يرحمك يا أبو محمود. معقول؟ معقول كل هاد يطلع من رجال عشت معه فترة قصيرة بس؟ لأنك لما طلبتي ما طلبت شيء يرضي العباد، طلبت شيء يرضي رب العزة والشلالة. مشان هيك قال لي أبي الله يرحمه، قال لي يا ابني اللي بيطلب قليل بينال كتير. سبحان رب العزة والجلالة. الله يرحمك يا أبي. سمونا الفاتحة على روحه. الله يرحمك يا أبو محمود.